هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخلوا في الإسلام ولله الحمد. نعم. المرحلة الثانية أنا أحبذ الحقيقة إنه اللي يروح هناك يأخذ معه مبلغ يعني يسير لكفالة داعية لمدة 6 أشهر. نعم. يعني يحرص على يعني على تعليم الناس يعني يبقى عنده. أيوه يبقى عنده. أيوه. أو يعني يتردد عليه. أيوه. طبعا هذا ينبني لتهيئة مكان للصلاة. صحيح. إن كان يوجد مسجد جيد، ما يوجد مسجد يعني أنا والله رحت مرة لجزيرة قالوا إحنا مستعدين ندخل الإسلام بس بنقول المسجد. نعم. قلت يا طيب إن شاء الله. قالوا يعني لا تقول أنه مكلف، نحن نرضى ولو بالزنك هذا. آه زين. ولو بالزنك والله يكلفنا يمكن 2000 ريال أو 3000 ريال. سبحان الله. بنينا وخلاص جلسوا وأخذوا يصلون فيه. المهم يعرفوا انه هذا مكان الاسلام مكان. ايوه. وبعدين سبحان الله الناس تجتمع ويحصل في البركه ويهي الله من يبيه حتى غير المسلمين يدخل يا شيخ. حتى غير المسلمين. اي نعم. والله من يكون العجاب. يكون منبر للدعوه هذا. والله من العجائب يا اخواني ان مره بنينا مسجد في بنين. نعم. وكانت امراه نصرانيه تمر على اللبنون مثل نوح يوم كان يبني السفينه. نعم. ويستهزئون به. سبحان الله. والله كانت تستهزئ تقول مين يصلي عندكم؟ مين بيدخل في دينك؟ الناس هنا في تجارة شغالين في السوق ما حد يتر. وسبحان الله يعني هذا المسجد مسجد مبارك. الله. اللي افتتحه المحافظ وهو نصراني. محافظ المنطقة. محافظ وهو نصراني ما هو مسلم. ويعني طبعا الافتتاح فيه نظر يعني لكن هم عادتهم هكذا. يعني. ها عادتهم. أيوة. فالمحافظ جاء وقال يعني لولا أن الدين عندكم محدد. أيوة. لكان واجب على المسلمين أن يصلوا في هذا المسجد 6 صلوات وليس 5. شكرا لله على هذا المكان. يعني الصلاة السادسة شكرا لله. وسبحان الله هذه المرة التي كانت تستهزئ لما شافت الناس وكيف دخلوا في الإسلام وكيف صلوا في هي كانت من أول المسلمين. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. أيوة. فوجود المسجد سبحان الله في يعني وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور فكما في حديث عائشة رضي الله عنها فبناء المسجد ولو كان شيء يسير يعني في خير للباني وفي خير ل وبعض الناس يفكر يا شيخ أن المسجد يعني يكلف ممكن حتى لو عيش ولو شيء يعني ولو شيء يسير ولو شيء المهم هذا هو مسجد القريب هذا مسجد القريب يجتمعون فيه وبعدين هيا الله من يبني يبني يعني نعم لكن أنا أقول يعني وجود داعية يعلمهم هذا في خير هذا أيوة. إذا لم يكن هناك داعية يعني طالب علم أو مو طالب علم يعني إنسان يستطيع التعلم ما هم متوافق طلاب علم أري أسلم الدي حديثا يعني. كنا أحيانا نأخذ بعض الطلاب الصغار يعني في الثانوية أيوة. أيوة. ولا يعني أكيد يعني تجد فيهم من يعني هو يحسن القراءة وكذا فنأخذه إلى المدينة يعني إلى أقرب مدينة يتعلم فيها الفاتحة كيف يصلي كيف يخطب أيوة الجمعة عند المسجد عند الإخوان مسجد فيها مساجد يقول هذا ادخلوه لمدة كذا وهذه كفالته ما شاء الله يعني لمدة مثلا 3 أشهر تعلمونه الشهر ب$80 يعني 300 ريال سبحان الله وإذا تعلم 3 أشهر هناك كداعية أيضا $80 أعطيه يعني 300 ريال نعم يعني تضمن أن القرية يعني أدركت شيء يعني مما يلزمها ويكفيها يعني من الإيمان بالله وأركان الإيمان وأركان الإسلام والفاتحة التي تصح بها الصلاة والوضوء والطهارة يعني ما يجب عليها هذا الحقيقة يعني أمر مهم جدا صحيح ما بعد الإسلام ما بعد طبعاً. الإسلام أيوة حتى أيضا يكلف الإخوان يعني الداعية بعض الدعاة يحتاج حتى يأتي القرية فقط الدباب ب$1000 والله سبحان الله أيام كان قيس في خدمة المجتمع عندنا في الجامعة أيوة. تقريبا عام 1420 أو حول هذا يعني ولما سبحان الله يعني اشترى جاء بعض المحسنين وعطاه وجدت بعض الدعاة يعني يقولوا هذا الدباب من أيام ما كان قيس يعني من عام 1425 وهم شغالين بالدعوة برنامج كل أسبوع يتجولون على القرى يعني يعلمون الناس الفرائض والمحاضرات النافعة في العقيدة وغيرها ما شاء الله فهذا الدباب حقيقة من أنفع ما يكون للداعية
يعني أنا أرى أحسن من السيارة أحيانا يعني. أنا أرى أن بعض الأماكن إيه ما تدخل السيارة خاصة إيه؟ عندنا ما تدخل السيارة، لكن أقول أنا أرى أن الدباب هذا أنفع من الماء. صحيح، لأن هذا دين، الماء للشرب للحياة، أما هذا للدنيا والآخرة. سبحان يعني سبحان الله، صدقة جارية. يعني بعض الناس ما يتشجع مثل هذا الأمور، تقول له يا أخي دباب للداعي، يقول لك لا والله أنا أبغى بير، وخير يعني السقيا فيها فضل عظيم. لكن هذا ايضا يعني تعليم الناس العلم هذا من افضل ما يكون، انفع ما يكون. صحيح. يعني الاعتناء بالدعاة ما بعد الدعوه الى الله هذا امر مطلوب، يعني ما الفائده ان يدخل في الاسلام ثم نهمل ونتركه؟ لا شك ان هذا خير له، لو مات يعني حتى لو ما تعلم، ما دام يقول لا اله الا الله يعمل بما يحسن. لكن كما اننا حرصنا على ادخاله في الدين، يجب ان نحرص على يعني تمكينه من العمل الصالح، يعني يثبت ويقر الاسلام في قلبه.